أيضا مستمرين مع حضراتكم في الشأن التركي، ولكن هذه المرة من الداخل التركي وما تقوم به تركيا من حملات اعتقال لعدد من الصحفيين، حيث تعرض صحفي معارض ومستشار لحزب الخير في تركيا للاعتداء عليه أمام منزله في أنقرة في أحدث حلقة من سلسلة الاعتداءات على الصحفيين في الأشهر الأخيرة. وأفادت تقارير إعلامية أن مراد أيدي الصحفي في موقع ينيس تعرض للضرب على أيدي مجموعة من 7 إلى 8 أشخاص، والذين تبعوه بسيارة أثناء مغادرته محطة تلفزيون محلية. وقال إيدي أنه كان يتلقى تهديدات لبعض الوقت لكنه رفض الانصياع لها. من جهتها قالت زعيمة حزب الخير ميرال أكشنار إن الحزب يرفض الرضوخ لأي تهديدات ولن يتم إسكاته. على كل حال، عبر الهاتف ينضم إلينا سيد محمد مصطفى الكاتب الصحفي التركي. سيد محمد، أرحب بك. اهلا وسهلا. المصري مش التركي بقى. نعم، انا بعتذر. يعني دعني ابدا معك اذا سمحت بتعليقك على حمله الاعتداءات والاعتقالات التي تقوم بها تركيا والمستمره حتى هذه اللحظه فيما يتعلق بالصحفيين الاتراك. نعم، تحياتي لحضرتك استاذه نانسي ولطاقم القناه، ودعيني يعني اتوجه بدايه بتحيه مستحقه لضيف اللي كان بيتحدث منذ قليل من مدينه ديرنا الليبيه، لأنه يعني استخدم توصيفا دقيقا لما يقوم به أردوغان، وهو أنه يقوم بانتحار سياسي بكل معنى الكلمة. ودعينا نؤكد أن ما تذيع قناتكم الموقرة نجح بشكل كبير في جعل أردوغان يستخدم أو يبرز كافة أوراقه السياسية التي كان يخفيها عن العالم وعن الشعوب العربية. كل أوراقه دلوقتي أصبحت مطروحة للجميع، وهذا أمر جيد للغاية حتى لا ينجح في استثمار عوائد سياسة الخداع الاستراتيجي التي كان يقوم بها. وتحديدا عندما نتحدث عن علاقته بالمافيا التركية وزعيم المافيا التركية اللي هو اسمه سادات، اللي هو راجل عنصري يميني، اللي هو بيستخدمه دلوقتي في عمليات التصفية الجسدية ومطاردة المعارضين والقيادات الكردية والقيادات الصوفية وأيضا قيادات من الجيش التركي اللي تم إقصائهم عن مناصبهم بعد محاولة الانقلاب المزعوم. مستشاره العسكري اللي احنا كنا تحدثنا عنه لاحقا اللي اسمه عدنان تانر ده بالأمس يعني كشف عما يمكن تسميته بدستور الدولة العثمانية الجديدة، وتحدث عن كونفدرالية وضعين القوانين بتاعتها، كونفدرالية ل61 دولة إسلامية منها دول شمال أفريقيا، وحاطين فيها استوذج مصر. فعدنان ده كان زي الثعبان المخفي تحت التراب، دلوقتي ظهر بوجهه بعد ما كشفناه سابقا. واستمرارا بقى لسياستنا في كشف أوراقه قبل أن ينجح في توظيفه. نعم، دعينا ننبه اخواتنا الاشقاء في تونس وفي ليبيا. انا عارف ان هو اتفق مع الجانب التونسي اما بحسن نيه من او غالبا يعني بحسن نيه من الجانب التونسي على اقامه ما يسميه مستشفى للاطفال في تونس، لكن بروتوكول المستشفى ده لم يوقع بعد. دعيني اؤكد لحضرتك جازما ان هذه المستشفى ستكون أول قاعدة للمخابرات التركية في شمال أفريقيا. وكالة المساعدات والتنسيق التركية اللي اختصارا اسمها تيكا، هذه وكالة تابعة لجهاز الخدمة السرية التركي، مثلها تماما مثل الهلال الأحمر التركي اللي من 4 أو 5 ساعات فقط أعلنوا أنهم سيقيموا مكتب تمثيل ليهم في طرابلس. نعم، مع بداية العام الجديد، وهذه ستكون ثاني او اول بقى قاعده مخابراتيه، مش عارفين مين هيبتدي فيها الاول، للمخابرات التركيه في شمال افريقيا. فالشعوب العربيه تكون واعيه ان هذه السواتر الانسانيه التي يستخدمها اردوغان ما هي الا واجهات للمخابرات التركيه لتجنيد وتسفير عناصر ما يسمون بالجهاديين اللا اسلاميين الى تركيا لتدريبهم وتسليحهم ثم إرسالهم لاحقا إلى دولهم.
نعم، ولكن السؤال الآن فيما تتفضل بذكره سيد محمد، ألم يصبح الآن المجتمع الدولي والعربي واضح له هذه الفكرة أن تركيا تحديدا تحاول فتح مراكز لتكون مأوى للإرهابيين أو مرتزقة أو أي مكان يطلق عليهم في مثل هذه الدول العربية؟ يعني ربما تابعنا مؤخرا ما يتعلق بافتتاح مراكز داخل سوريا تحديدا وتحديدا في إدلب لجذب العديد من المرتزقة للمحاربة في ليبيا أو لأن تستفيد منهم تركيا في التدخل العسكري في ليبيا. نعم، الشعوب العربية يعني خلينا نفرق بين الدول والشعوب العربية من جانب وبين ما يسمى بالمجتمع الدولي من جانب آخر. المجتمع الدولي إما أنه يعلم ويغض النظر أو أنه لا يعلم، لكن المعركة الآن معركتنا معركة الدول والشعوب العربية كلها، وأتصور أن الوعي العربي أصبح كبيرا، والدليل على ذلك أول صيحة يعني أسميها صيحة فدائية لمقاومة الاحتلال التركي الجديد التي صدرت من تونس على لسان محامية عروبية أصيلة كانت بتدعو الشعب العربي والتونسي للتصدي لهذا الاحتلال. هذا تغير في الموقف الشعبي العربي بالغ الأهمية. لكن وإحنا ننبه أيضا في هذا السياق إلى ما يقوم به أردوغان من إلغاء، أنا قلت لحضرتك أنا مصمم أن نحرق كل أوراق. هو دلوقتي بيلغي تأشيرات الدخول لبعض مواطني أو لمواطني بعض دول شمال أفريقيا إلى تركيا، يعني هيدخلهم من غير تأشيرات. الناس دي بيتفتح لهم باب للسفر لتركيا للتدريب والتسليح والتجنيد، ثم يعاد إرسالهم. نعم. أن المرحلة القادمة من خطته هي شمال أفريقيا تحديدا وليس ليبيا فقط، فيجب أن يكون الجميع على وعي أن كل إجراء يتخذ ويبدو أنه إجراء إنساني هو إجراء استخباري إرهابي بيدشنه من خلال تنظيماته الميليشياوية، ومنها منظمة سادات اللي هي أكاديمية الإرهاب الأولى في العالم اللي بيقودها مستشاره العسكري عدنان تنر. فلازم نبقى فاهمين ان اللي بيصدره لنا من مسائل انسانيه هي عباره عن ارسال قنابل دم. نعم. الى الدول العربيه، ولابد من الوقوف والوعي بشانها بشده قبل ان ينجح في استثمارها كما استثمرها لاحقا. نعم. لكن النقطه الاخرى استاذه نانسي لو سمحتي لي، تفضلي، انا اؤكد على ما ذكره ضيفك الكريم في المداخلة السابقة أن أردوغان يقوم بانتحار سياسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي عنده جوه، واللي أدت إلى انتحار جماعي للعديد من الأسر في تركيا. نعم، يعني ربما دائما ما كنا نتحدث على أن أردوغان فقد شعبيته في الداخل التركي، أيضا كنا نتحدث ربما أن الإجراءات التي يقوم بها أردوغان مؤخرا هي تعتبر انتحارا سياسيا سيد محمد، ولكن السؤال الآن مع كل يعني حملات الاعتداءات والاعتقالات والقمع التي يقوم بها أردوغان في الداخل التركي، إن كنا نتحدث عن مؤسسة القضاء حتى مؤسسة الجيش وأكاديميين وإعلاميين والجامعات والمدارس في تركيا، ولكن حتى هذه اللحظة ألا يوجد هناك في الداخل التركي أي قامع أو أي يعني مؤسسة تقوم بردع أردوغان عما يقوم بأفعاله حتى ولو على الداخل التركي سيد محمد؟ بكل صراحة تغيير أردوغان يكون إما من خلال انتخابات، وهو زي ما احنا كلنا عارفين ودون أي مبالغة فقد جانبا كبيرا من شعبيته للدرجة التي يمكن التأكيد من خلالها إن شخصية زي أكرم إمام أغلو عمدة إسطنبول لو نزل انتخابات رئاسية ضد أردوغان دلوقتي هيفوز به، فالتحرك يكون في انتخابات رئاسية مبكرة، والتحرك الآخر سيكون عبر المؤسسة العسكرية التركية الجناح الآخر، وليس جناح ما يسميه جناح فتح الله جولن، الجناح العسكري الأصيل اللي هو وجهه سابقاً بعملية بتسمى أرجينكون اللي هو الجناح المدني العلماني في المؤسسة العسكرية التركية، وده الجناح الأقوى. لكن ده هيحصل إزاي؟ أنا تقديري أنه لازم متغير على الأرض. الشخصية التركية ضربها أو كسر أنفها هو الذي يغير مواقفها وليس ضرب الجسد. يعني لو تصورنا أن أردوغان
مني بهزيمة مهينة بشكل أو بآخر في الأراضي الليبية، أنا أؤكد بحضرتك أن أردوغان سيسقط خلال أي مش أسابيع بقى، يمكن خلال أيام، لأنه كسر أنفه. العنجهية التركية تضرب في كرامتها فتسقط، أما ضرب الجسد فهو بيناور ويقول زي ما بيعمل في سوريا كده، لا أنا منتصر، ويبرر أنه ما قدرش يحقق انتصار استراتيجي وأنه محقق انتصار تكتيكي محدود، علشان يصدر للرأي العام التركي أنه بيواصل الكبرياء القومي أو بيدافع عن الكبرياء القومي التركي. لو دحرت تركيا في ليبيا، وأتصور أن هذا بصدد أن يحدث، أنا أؤكد لحضرتك أنه سيسقط، علشان كده هو بيتجنب لحد دلوقتي إرسال قوات تركيا مباشرة. إنما ده ما يعنيش أنه لن يتدخل جويا، ودي يعني النقطة اللي برضو أؤكد عليها، أنه قد يتدخل جويا لضرب قواعد عسكرية أو قيادات في الجيش الوطني الليبي بالتوازي مع إرسال ميليشياته إلى طرابلس، علشان يعطي انطباعات بأنه الشخص المنتصر. نعم، إذن دعني أختم معك بهذا السؤال سيد محمد. الآن مع التدخل التركي في ليبيا واستمرار حالات الاعتداءات والقمع في الداخل التركي، إذن كما نحن نعلم أن أردوغان يخسر الداخل ويخسر الخارج أيضا، ماذا نتوقع السيناريوهات القادمة في الفترة القليلة القادمة؟ أردوغان بيتم تحضير بديل له، بديل غربي له، يعني أو جهاز المخابرات الذي اخترع أردوغان وجاء به كزعيم لتركيا قبل الحرب على الحرب الأمريكية على العراق، الآن نفس الجهاز بيحضر بديل آخر له من نفس المعسكر، وهو تحديدا أحمد داود أوغلو، علشان يستمر بس بوجه أكثر إنسانية من أردوغان في سياسة الفتنة وإشاعة الفتنة في الدول العربية والإسلامية. فيبدو أن حتى من جندوه أصبحوا متيقنين من أن كرف أردوغان قد احترق، أو أنه في سبيله للاحتراق، ولن ينتظروا حتى يبدأوا بعدها من نقطة الصفر، فبيستحضروا بديل له مبكرا. أتصور أن هذا هو المشهد، لكن الشعب التركي يبدو أن له خيارات أخرى، ونحن تحدثنا عن شخصية أكرم إمام أوغلو، إذا لم يصفيه جسديا من خلال المافيا التركية. هو دلوقتي وإحنا كنا بنتكلم عن الانتحار السياسي اللي هو بيقوم بيه وطرحه كل أوراقه، تركيا دولة محدودة الموارد ومعتمدة على الخارج تماما بالطاقة، ولا يمكن أن تحارب في كل هذه الجبهات حتى لو بأعمال مخابراتية وتنجح، يعني هذا أمر غير متصور، لكنها جزء من اتباع سياسة حافة الهوية في بعض المناطق والاستخدام الجزئي للقوة في مناطق أخرى، لكن هذا أصبح الجميع يعني رافض بهذه السياسة ويدرك أن تأثيراتها سلبية عليه حتى دول الاتحاد الأوروبي. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف سيد محمد مصطفى الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، شكرا جزيلا لك.